بسم الله الرحمن الرحيم. بعد نجاح عملية رعاية اللي عرفت 17 قافلة طبية لجبهة التحرير، الآن بدينا في سلسلة ديال الحملات الطبية الجراحية. اليوم بدينا حملة طبية جراحية اللي كتستهدف 150 من الساكنة المحتجزة ديال هذا الإقليم اللي غتحتاج العملية ديال الجلالة إن شاء الله بالمجان في الإقليم، على أن تتلوها إن شاء الله الرحمن الرحيم في الأيام القليلة القادمة عملية جراحية في الجهاز الهضمي، وعملية جراحية في الفصور، وعملية جراحية في الأذن والحنجرة إلى آخره. تنبيه بالمناسبة نشكر السيد العامل صاحب الجلالة اللي صرفنا الزيارة والدعم اللي قدموا لنا خلال جميع الحملات هذه. كنبغي نشكر كذلك الصحافة المحلية اللي وكبتنا وكانت لنا السند، كما كنبغي نشكر الساكنة اللي استجابت جميع الحملة الطبية وحجات الحملة الطبية بكثافة. شكرا.